وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. نحن في هذا المجلس في العشر الثالث من شهر رمضان، العشر الثالث الذي أخبر النبي فيه أنه عتق من نار جهنم. شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فنرجو الله أن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان. العتق الأصل فيه كان يوجد في المجتمع الإسلامي عبيد، العبيد هم الأسرى الذين تأسرهم الدولة من أعدائها. إذا صار حرب بين الدولة الإسلامية ودولة معادية وانتصر الإسلام، فالذين يأخذونهم هم أسرى. هؤلاء الأسرى الدولة كانت العادة تتخذهم عبيد، تبيعهم فيكونوا عبيد للمجتمع، يباعوا بالمال أو بتفادي فيهم، إذا كان إلها أسرى تفادي بهم. فالعبد هو الذي يباع بالمال، سواء كان أبيض أو أسود، اللون ما دخل، المهم أنه يقع عبدا. ومتى ما وقع عبد صار مكلف بخدمة السيد كما يأمره، ليل ونهار بده يتم يشتغل. فالعبد ملك لسيده، يملكه كما يملك أي شيء في الحياة. فالإسلام لما أتى الإسلام بدين حرر فيه العبيد، ما عمل عبيد، حرر العبيد. وتحرير العبد هو عتقه، أن يعتقه من العبودية ويرده إلى الحرية. أنتم الآن شو؟ أنتم الآن عبيد لله، ما حدا بيملككم غير الله. أنتم في نفوسكم أحرار، والحر يفعل ما يشاء، بروح بيجي بيقعد، حر، ليس لأحد عليه حق. أما العبد ما بيتحرك إلا بأمر سيده، ولا بيتصرف إلا بأمر سيده، وله أحكام شرعية عديدة في كل أنواع الحياة. فمن ملك عبدا في الحياة طلب الإسلام منه أن يعتقه. هناك جعل الإسلام للعتق عدة أمور. لو أن إنسان حلف يمينا ولم يفي بيمينه، بده يعتق عبد. عتق عبد أولا، فإن لم يملك يطعم عشرة مساكين، فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام. إنسان حلف على زوجته بيمين الظهار بأن قال لزوجته هي عليه كأمه، يعني محرمة كما أن ظهر أمه محرم عليه، أو كما أن أخته محرمة عليه، ثم ندم وبده زوجته، فبنقول له لا ترجع لك زوجتك حتى تعتق عبدا. أول كل عتق عبد. إذا في عبد، ما في عبد بيصوم 60 يوم متتابعات. إذا بيفطر يوم 59 بده يعيدهم من أول. ما بيستطيع الصيام لمرض، بده يطعمي 60 مسكين فطور وعشاء مشبعيني. هذا عتق العبد، يلي ما معه بده يدفع الكفارة التي هي صيام 60 يوما متتابعات. فإذا حلف يمين وما وفى، أو بحلف بالظهار، أو أمور كثيرة
قتل خطأ كذلك كله بده عتق. حتى جعل الإسلام من باب العتق أبواب عديدة، الأبواب العديدة جعل كفارة لطم العبد عتقه. فلو السيد طلع خلقه من عبده وضربه كف، قال له أنت أسأت وأخطأت وهذا ذنب كبير لا يغفر إلا بعتق العبد. فجعل كفارة لطم العبد يعني ضرب الكف أن يعتقه في سبيل الله، يعني بين ما كان عبد شاريب 40 50 60 ألف، بيلتفت إله بيقول له أنت حر لوجه الله. معنى حر لوجه الله يعني خرج من ملكه ورجع إلى حريته. فالإسلام جعل أبواب عديدة بالنسبة للعتق من العبودية. ورغب الدين والإسلام رغب المسلم أن كل عبد تعتقه في سبيل الله يعتق الله منك بكل عضو من العبد عضوا منك من نار جهنم. إيده بإيدك، رأسه برأسك، إذنه بإذنك، حتى فرجه بفرجك. فإذا أعتقت عبدا كاملا فالله يعتقك من نار جهنم. هذا العتق. يعتقك، معنى يعتقك من نار جهنم أي حرم عليك نار جهنم، فليس لك في جهنم نصيب. هذا العتق. فمعنى أعتقه الله من النار يعني حرمه على نار جهنم وجعله من أهل الجنة. وهذا قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز العظيم، أن يبعدك الله عن نار جهنم وأن يجعلك من أهل الجنة. فلا يمكن للإنسان أن يكون إذن من أهل الجنة ما لم يدفع الثمن. الثمن إن الله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يلي بيدفع بيقبض، ويلي ما بيدفع ما له حصة. طيب والفقير ماذا يصنع؟ إذا الفقير ما في معه يشتري عبد أو ما في معه يعمل خير ماذا يصنع؟ الإسلام ما ظلم أحدا. الفقير أعطاه أعمال يصل فيها إلى العتق، والغني أعطاه مال يصل فيه إلى العتق. فإذا ما منا من أحد إلا ويستطيع أن يعتق الرقبة. والله تعالى قال بالنسبة للمؤمن الذي يريد أن يجوز عقبة الدار الآخرة، فاقتحم العقبة، العقبة طلوع صعب في الآخرة. وما أدراك ما العقبة؟ شلون بيحسن يفك حاله؟ قال فك رقبة، أن تفك رقبة. فك الرقبة أن بعد ما بيكون عبد بدك تجعله حر، فك رقبة. طيب فك الرقبة لا يستطيع كل الخلق أن يفك رقبة، وهلا ما في رقبة، هلا رقبة ما في، صار الحرية عامة، ما بقى في عبيد في المجتمعات إلا عند البعض ممن يفعلون كما يريدون. أما في البلاد الإسلامية وخاصة بلادنا، الله عز وجل يجعلها قرة عين لنا في الدنيا ويجعلنا نكتسب منها إلى الدار الآخرة. فهنا لا يوجد للعبودية مكان، إنما فك الرقبة إذا لم يمكنك أن تعتق عبدا في سبيل الله فاعمل عملا يوازي العتق ويساوي العتق، كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث ممن يستطيع أن يعتق الرقبة. حتى يعتق الله رقبتك من النار جعل الله عز وجل شهر رمضان آخر عشر فيه عتق من نار جهنم. ما شرط أنه تعتق عبد، فجعل هذا العشر
بمجرد ما يدخل على المسلمين الصائمين الصابرين المتخلقين بأخلاق الإيمان العاملين بآداب الإسلام، جعل النبي هذا العشرة عتقا لهم من نار جهنم، أن يعتقهم الله تعالى من النار. معنى عتق يعني بتخرج من شهر رمضان وقد أخذت شهادة من الله بأنك محرم على نار جهنم. هذا إذا كان شهر رمضان كان لك مدرسة، مدرسة الأدب ومدرسة الأخلاق ومدرسة الإيمان ومدرسة التوبة ومدرسة التقرب إلى الله. إذا صار لك هذا الشهر هذه المدرسة تأخذ شهادة العتق من نار جهنم. أما إذا كان شهر رمضان كان على مسبات وشتائم وكلام فاحش وخطايا، فهذا لا ينال هذا العتق من نار جهنم، لأن الصائم لا يتكلم رفثا. الرفث الكلام الذي فيه ميل إلى الشهوة أو فيه اتهام بالنساء. فهذا يقال له رفث، والصائم لا يرفث ولا يفسق، يعني لا يتكلم الكلام الناقص. هذا الصائم الله عز وجل يغفر له في هذا العشر. في هذا العشر تكثر الأعمال الصالحة، يكثر الإنسان بطالع الفطرة زكاة الصيام، بطالع زكاة المال، يكسب من أطعام الطعام، وفي قدامه ليلة القدر، الليلة التي هي خير من ألف شهر، ليلة القدر. فجاي ليلة القدر ولا ينتفع بليلة القدر إلا إذا كان متخلق ببعض الأخلاق. لا ينتفع بليلة القدر من كان قاطعا للرحم، إذا أهله قرايبينه قاطعهن ما بيزورهن الصوت غير مسموع عند النساء بظهر. فإذا كان وصل رحمه وصار بينه وبينهم المودة والمحبة والمسامحة فهذا يقبل في ليلة القدر. أما إنسان في ليلة القدر ما زار في رمضان أهله ولا أرحامه ولا عمل الصلة معهم، فهذا في ليلة القدر لا يرفع عمله ولا يقبل. لا تنزل الرحمة، هيك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. الرحم قرايبينك، ولاد عمك ولاد خالتك ولاد اختك ولاد اخوك، هذول كلهم شو يعتبروا من الرحم؟ فاولا صلة الرحم، ثانيا بر الوالدين، إذ لا يقبل لعاق دعاء ولا طاعة ما لم يبر الوالدين. وبر الوالدين إدخال السرور على الوالدين، والدك ووالدتك. أما إذا كان أحدهما غضبان فلا تقبل في تلك الليلة ولا يكتب من عتقاء شهر رمضان. فلا بد من بر الوالدين في هذا الشهر. كذلك أن لا يكون في قلبك حقد أو تأثر على أحد، فالله تعالى يقبل المستغفرين ويتوب على التائبين ويدع أهل الحقد كما هم عليه. يلي بقلبه حقد على أخوه، متمني يشوف فيه ساعة سودة، متمني يصيبه مصيبة، متمني يصيبه بلاء، هذا حقود. فالحقود لا يقبل كذلك منه دعاء، ولا تنزل الرحمة على قوم فيهم حاقد. كذلك النمام، إذا كان إنسان نمام بيأخذ حديث هذا لهذا وحديث هذا لهذا مشان يوقع العداوة بين المتحابين، فلا تنزل الرحمة على قوم فيهم نمام.
سيدنا موسى دعا من أجل المطر، ما كانت تنزل المطر، دعا كثير ما نزلت، فقال يا رب لا تحرمنا من نعمك، ليش ما عم تنزل المطر؟ فقال كيف أنزل عليكم رحمتي وفيكم نمام؟ إذا في نمام واحد ما بتنزل الرحمة. فقال سيدنا موسى يا رب دلنا عليه نخرجه من بيننا. إذا مشان واحد يحترم الناس كلياتها مشان هو نمام، دلنا عليه. فقال الله تعالى يا موسى أأنهى عن النميمة وأكون نماما؟ أنا بدي أدلك عليه، لكن كلكم توبوا هو بيتوب معكم وأنا منزل الرحمة عليكم. فدعا سيدنا موسى القوم ودعاهم إلى التوبة جميعا، وتاب النمام فيهم فأنزل الله بركاته ورحماته عليهم. إذا لا تنزل الرحمة على قوم فيهم نمام ولا حقود ولا عاق ولا قاطع للرحم، ولا تنزل الرحمة على قوم فيهم رجل مخمور سكران، لا تنزل الرحمة، فهذا حتى يتوب إلى الله وإلا ممنوع نزول الرحمة بوجوده. فهذا مشان ليلة القدر تكونوا مهيئين لها. فحتى تعتق رقابكم من نار جهنم في بعض الأعمال عليكم أن تعملوا بها. النبي يدلنا عليها، والنبي يدلنا دائما على إيش؟ على ما فيه منفعتنا وعلى ما فيه رحمة الله لنا. فإذا سمعتم من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فابذلوا الجهد أن تطبقوا هذا الحديث لتكتبوا عند الله من عتقاء شهر رمضان. أولا شهر رمضان الله عز وجل جعل فيه من الخير والبركة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إلى خلقه، وإذا نظر الله إلى عبد لم يعذبه أبدا. بس انتبهوا هون، نظر الله هل ينظر إلى ثوبك أم إلى وجهك؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كان قلبك حاضر مع الله استحق نظر الله، أما إذا قلب ما حاضر مع الله أنت يا ابني خسرت النظرة. دائما القلب يكون حاضر مع الله ذكرا لله وخشية لله ومراقبة لله. فإذا كان قلبك حاضر مع الله فأبشر، الله نظر إلى قلبك، ومن نظر الله إليه لا يعذبه. فلذلك في كثير مساكين ما بيعرف أنه الله بينظر إلى القلب. لو زينت حالك وبالذهب وقلبك من جوا خربان ما لك شيء، ولو كان من برا لابس خوق عتيقة وقلبك حاضر مع الله أنت الذي ينظر الله إليك. فالله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام ولا إلى الأموال، ينظر إلى القلوب. فطهروا قلوبكم، إذا نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. ولله في كل ليلة ويوم 1000 عتيق من النار. كل يوم من شهر رمضان كم عتيق الله بيعتق؟ 1,000,000 عتيق في كل يوم، 1,000,000 عتيق من نار جهنم. فإذا كانت ليلة 29
اعتق الله فيها مثل جميع ما اعتق في كل الشهر. الله اكبر، 30 يوم بثلاثين مليون، وقد منهم 30 مليون قد صاروا 60 مليون عتقاء الله في كل سنة من نار جهنم. 60 مليون المسلمين بالعالم قديش؟ مليار و300 مليون. الستين شو بيطلعوا بالنسبة للمليار؟ يعني 1000 مليون راح منهم 60. هذا إذا كان مليار على الحل، إذا مليار وثلاث ملايين، فلو مليار 60 من قديش؟ من 1000 مليون. 1000 مليون 60 يعتقوا من نار جهنم، معناته العدد قديش؟ قليل، ما ممكن يصل إله إلا أصحاب الهمم. ما كل واحد إنه هاتوا هذا، بدأ أصحاب الهمم، أصحاب القلوب، أصحاب الإيمان، أهل التقوى، أهل الليل اللي بيفزوا بقيام الليل، أخلاقهم صالحة، تقواهم عظيمة، مراقبين لله، خشية الله، هدول اللي بده يصيروا بهالعتقاء. فإذا كان العتقاء 60 مليون، يلا شمر حتى تكون منهم. أما على الدروشة وعلى البركة وسهر الليل باللهو ونوم النهار بدون طاعة، وبيطلع خلقك وبتسب وبتشتم، انت مالك من اهل هالمستوى، هذا مالك من هالمستوى يلي بده الله يعتقهم من نار جهنم. الله بيعتق اهل الطهر الطاهرين الانقياء الاصفياء يلي صار الهن دوام الحضور مع الله، الذكر لله، خشية الله، تركوا النقائص وتركوا المعاصي وابتعدوا عن الفواحش، هدول يلي الله بيكتبهم في العتقاء. فمعناه تجتهدوا حتى تحصلوا هذا العطاء الإلهي لعل الله أن يكتبكم منهم. وفي حديث آخر، لله في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار 1000 عتيق من النار كل ليلة، 1000 عتيق من النار. فإذا كانت ليلة الجمعة أعتق في كل ساعة 1000 عتيق من النار، كلهم استوجبوا النار، كل من أهل النار الله أعتقهم. فيوم الجمعة بكل ساعة مليون عتيق. كم ساعة يوم الجمعة؟ 10 ساعات، كم مليون؟ 10 مليون و60، 10 مليون في كل جمعة. شهر رمضان في كم جمعة؟ 4 جمعة، 4 جمعة بيطلعوا بقديش؟ 40 مليون، و60 مليون صاروا 100 مليون، 100 من مليار، يعني 1 بالعشرة، 1%، 1 بالعشرة، 1 بالعشرة، 10%، يعني والله يعني صارت شوية رحمة الله واسعة. لكن يا هل ترى الإنسان بمجرد الأماني بيوصل لها الأمور هي؟ بدأ يا ابني جد، بدأ اجتهاد. شهر رمضان شهر العبادة، شهر الطاعة، بدك تزيد طاعاتك وعباداتك في شهر رمضان عن غيره من الشهور. شهر رمضان النافلة فيه تعد كالفريضة فيما سواه، النافلة يعني إذا صلى 20 ركعة تراويح كأنه صلى 20 فرض في غير رمضان، والصدقات كذلك. فمعناته بدنا نشد الهمة حتى نحصل هالفضل الإلهي اللي الله عز وجل
أكرم فيه. من موجبات العتق حتى الله يكتبك من أهل العتق، بدك تفك أسرك، أنت أسير والأسير بده يفك أسره، يا بيدفع مال بيفك الأسر أو بيجوا أهله بيدفعوا له حتى يفكوا أسره. فأنت أسير ولا حر؟ اسألوا حالكم، أنت أسير أم حر؟ الحر هو الذي ليس في قلبه إلا الله، ولا يكون عبدا لغير الله، ولا ينقاد لغير الله. أما الأسير، في واحد أسير بطنه، في واحد أسير فرجه، في واحد أسير شهواته، في واحد أسير الهوى، في واحد أسير الحقد، حقود أسير، في واحد أسير المدح بحب المدح، في واحد أسير لأمه وأبوه أسير. فشو حالك أنت أسير لمين؟ فكوا أسركم من هذه الحياة. يلي أسير الشهوة يعتق نفسه من الشهوة. الشهوة هي بتصير لما تغفل عن الله. أكثر من ذكر الله خرجت من أسر الشهوة. أسير حب الدنيا لأنه قلبك فارغ، صار أسير لحب الدنيا. أما القلب الممتلئ من الله بيملك الدنيا ولا تلتفت إليها. والكامل من ملك الدنيا ولم تملكه الدنيا، هذا المؤمن يملك الدنيا ولا تملكه. لما بيملكها بيبذلها في حب الله، بيبذلها في خدمة دين الله. أما إذا ملكته بيصير بخيل وشحيح، فلا ينفق في سبيل الله شيئا. فشوفوا أنتوا أسر إيش مأسورين؟ أسير مين؟ أسير الهوى أو أسير الشهوة أو أسير البطن؟ أو أسير البطن بيقعد قبل المغرب نص ساعة بيقعد على الصفرة وريالته عم تشط وعم يستنى بس الدقيقة اللي بده يضرب فيها المدفع أو يقول الله أكبر حتى يبدأ. أسير البطن، من على بكرة شو رح تطبخوا لنا اليوم، ومن بكرة شو رح تطبخوا لنا بكرة، آخر عهد لسه على بكرة، بركي بيعيش لبكرة بياكل. هذا أسير البطن. في واحد أسير الشهوة بده دائما يتغسل دائما، يعني طيب خفف شوي، أسير الشهوة. في واحد أسير الهوى، شوفت الحال وأنانيته وكبرياءه، أسير الهوى. فتخلصوا يا ابني من الأسر يلي ما بيخلص من أسر نفسه شهواته، ما بيحسن يعتق رغبته من نار جهنم. فإذا حتى تعتقوا رقابكم، لح أعطيكم بعض الأحاديث يلي النبي بينها لنا لعتق الرقاب. مستعدين؟ طيب. حديث أول، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. قديش بده يسحبها هدول؟ 100 مرة بكل يوم. قال: كانت له عدلة 10 رقاب، اعتق ما رقبة واحدة، 10 رقاب، كل 10 برقبة. عن النبي شو عم يقول؟ كانت له عدل يعني مكافئ بتعادل 10 رقاب. وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له
المئة مرة حرزا من الشيطان يومه. كل يومك انت في حماية من الشيطان. مئة مرة قالها. صار معك حرز. الحرز ما حجاب. حرز حصن حواليك. حصن من الشيطان. حرزا من الشيطان يومه. يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ما في واحد بكافيك بها العمل إلا واحد من أكثر. أنت عملت مية هو قال 110 بيطلع أفضل منك. وفي ذلك فليتسابق متسابق ما هي فليتنافس المتنافسون. إذا واحد قال 100 أنت قديش لازم تقولها؟ 110 وأنت قديش؟ 120 وأنت 130 أنت 1000 مرة. فإذا 100 رح يكون لك عدل يعادل أتق 10 رقاب. فإذا قلت 1000 مرة بتعادل أتق 1000 رقبة. يعتق الله بكل عضو منهم عضوا منك من نار جهنم. فمعنى ذلك هل يمكن لك أن تصل إلى النار؟ أعتقد 100 عبد. 100 عبد. وهذا إذا بشهر رمضان كل يوم عم يقول 100 بآخر شهر رمضان قديش؟ 3000. 3000 كأنك أعتقد كم عبد؟ 300 عبد. فمعناها لا يسمعون حسيسها. ما بتسمع حس جهنم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وهي شو بتكلف؟ شو بتكلفك؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 100 مرة بتعادل عتق 10 رقاب. الرقبة الآن إذا وجدت من 60 حسب نشاط وحيوية الرقبة 60,000 لو قلنا 10 رقاب 600,000. كأنك تصدقت ب600,000 ليرة في كل يوم. بتصدقوا كلام النبي يا ترى؟ بنصدقه؟ طيب هذا أجر عظيم ولا صغير؟ في واحد بيحسن يتصدق كل يوم 600,000 ليرة؟ هيك النبي عم يعطيك الخبر. فمعناتها كم مرة لازم نقولها؟ شدوا همتكم بقى. هاي النبي عم يفتح لك أول باب. بدك اعتقك من النار؟ إذا اعتقت 10 رقاب، إذا رقبة واحدة الله اعتقك من نار جهنم، وإذا 10 رقاب ما عدت تحس فيها ولا تشوفها دغري إلى الجنة. وإذا 100 رقبة هذا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله. هي نعمة من النعم. هي حديث. حديث آخر صلى الله عليه وسلم حتى إن شاء الله بتكونوا من أهل العتق من نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث اللي أخذناه رواه البخاري ومسلم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حديث الثاني رواه ابن ماجه رضي الله عنه قال، من قال في دبر صلاة الغد، شو صلاة الغد؟ صلاة الصبح بعد ما بتصلي الصبح. من قال في دبر صلاة الغد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هي منقولها بعد الصبح بتقولوها؟ هي اللي بيصلي مع الجماعة بيقولها، لكن اللي عم يصلي ببيته
بيصلي بيحط راسه بيرجع بينام. فاللي ما عم يصلي الجماعة عم تروح منه هي المسكين. 10 مرات بدك تقولها صباحا بعد صلاة الغد. فإذا قالها قال كان كعتاق رقبته رقبة من ولد إسماعيل. كأنه أعتق رجل من العرب من بني إسماعيل، يعني من العرب، فكأنك اعتقت عربي كان أسيرا واعتقته في سبيل الله. هذا أعظم من الأسير، أسير أجنبي، أسير روماني، هذا عربي. وإذا اعتقت أسير عربي كأنما اعتقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عربي وكل من كان عربي بيمثل. فأديش عظمة هذا إذا قلتها بعد الصبح 10 مرات. كأنما أعتق كان كعتاق رقبة من ولد إسماعيل، يعني من العرب. مين ممكن عم يصلي الصبح حاضر؟ ما بدنا نكشف البردة، يخلوه ما بدي. انه ما بدنا نفضح بعضنا ونكشف بعضنا، لكن لازم يا ابني كلكم صلاة الفجر في الجماعة في رمضان وفي غير رمضان. انتوا يا احبابي صار عذابكم مضاعف ضعفين. انتوا تعلمتوا وتفقهتوا وصار لكم موجه وصار لكم معلم، فصار ذنوبكم مضاعفة يا ابني عن برا. فيلي منكم ما بده يصلي بالجماعة او ما بيصلي مع الجماعة فهذا مسؤوليته مضاعف ضعفين يا ويلي ما عم يصلي بالجماعة النبي شو كان بده يصلي فيه؟ شو بده يعمل فيه؟ يلي ما صلى الفجر بالجماعة النبي هم ان يحرق عليه البيت هو واهله. حرق يعني حكم النبي عليه بالاعدام حرقا هو ومرته وولاده. هذا اللي ما بيصلي الفجر في الجماعة. الله يتوب علي وعليكم. ليش الكسلنة؟ ولا في رمضان تصلي وترجع تنام او تتأخر بالسحور، بتتسحر وترجع بتنام، والصبح ايمتى عم تصلي؟ ممكن يصلي وممكن يروح على شغله دغري ما يصلي. معناتها في شهر رمضان بدل ما تتقدم في الطاعات قصرت في العبادات وتركت صلاة الفجر. انت المفروض عليك 4 فروض ولا 5 فروض؟ 5 فروض. واللي ما عم يصلي الصبح شو عمي؟ هذا قديش؟ هذا غير دين الله يا ابني. فيا اخواني انتبهوا، شهر رمضان خاصة هلا ما بيصح واحد يا ابني ينام بعد السحور، بعد السحور الى المسجد، صلاة الفجر في الجماعة، ذكر الله اذا ما في درس، اذا في درس بتحضر الدرس الى طلوع الشمس، بعدين نرجع. حبيت تنام بتنام ما في مانع، حبيت تنزل لشغلك معلش. اما نوم بعد الفجر فنوم الصبح، النوم يلي بين اذان الصبح وبين طلوع الشمس، هذا النوم يقطع الرزق، ونوم الصبحة يمنع الرزق، هكذا قال النبي الكريم. نوم الصبحة يمنع الرزق. طيب هيا هلا صار حديثين، حديث بعد صلاة الفجر وحديث بشهر رمضان عامة، قديش؟ 100 مرة كل يوم. يا ترى هلا اللي رايح على الضيعة بده يركب هلا المكرو ويروح، ما بتسحبه 100 مرة من هون لتصال؟ بيسحب 100 مرة، بتكون حصلت على عتق 10 رقاب وانت رايح سيد مسبحتك من غير ما تحكي مع رفيقك ومع جارك ومع هذا، مسبحتك بايدك واشتغل بينك وبين الله كساب 100 مرة في كل يوم، وانت جاي على صلاة الصبح وانت رايح بعد التراويح بالطريق كسبوها 100 مرة. لا اله الا الله وحده لا شريك له. وفي حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد رضي الله عنه عن انس قال من صلى العصر
فجلس يملي خيرا. يملي يعني عم يعلم، عم تعلم، سواء درس عام او ما اخ اخين عم تذكرهم بالله، تدلهم على الله، تعلمهم دين الله، تعلمهم الشريعة. قاعد عم تعلم، صلى العصر في جماعة، ثم فجلس يملي خيرا حتى يمسي، حتى يصير المغرب، كان أفضل من عتق 8 من ولد إسماعيل، أفضل من عتق 8 رقاب من العرب، 8 رقاب من العرب. إذا كان بعد العصر قعدت في الجامع، علمت أو ذكرت أو درست لوجه الله، فلك هذا العطاء. 8 رقاب أفضل من 8 رقاب من ولدي، من عتق 8 من ولد إسماعيل. هي صعبة عليكم؟ هي هلا قاعدين بعد العصر، هي قاعدين هلا إلى قبل المساء، منخلص الدرس ترجع لبيتك، مسك كمان لا إله إلا الله، لا تصلي البيت، بتكون حصلت 8 رقاب بعد العصر. وكم أنت رأيه بلا إله إلا الله؟ 110، صاروا 18 رقبة أعتقتهم في سبيل الله. والله يا ابني نيالنا على رسول الله، الله يهنينا بالحبيب الأعظم، بس الله يجعلنا أهل نفقه على رسول الله ما يريد، وأن نعمل بما يريد النبي منا. يلي عم تسمعوا ناويين تعملوا؟ ناويين تطبقوا؟ أنا من هون لحلب بجيبهم 100 بيجوا 1000. من هون لحلب 1000، رايح لحلب، رايح لبرزي، رايح على جوبر، وين ام رايح؟ مسبحتك بايدك، اشتغل. وهي هلا قعدتكم بعد العصر افضل من 8 رقاب، وانا قاعد عم اعلمكم، قاعد عم اذكركم، ما عم اعلمكم، لانه انا ماني عالم لعلم ابني، انا عم اذكركم تذكره بيني وبينكم. اسال الله يقبل دعائكم الي، الله يلهمكم تدعوا لي، والله يغفر لي. طيب حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة، من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء. هلا وين عم تصلوا العشاء؟ العشاء وين عم تصلوا؟ بالجامع، ما هي مصلي العشاء والتراويح. فهلا برمضان 30 يوم، لازم بعد رمضان 10 أيام رخاء، شو بيصيروا؟ 40 يوم لازم على صلاة العشاء في الجماعة. قال: كتب الله له بها عتقا من النار. عتقا من النار، يلي عم يصلي العشاء في الجماعة، جماعة عم يصلي، عتقا من النار، شرط أن لا تفوته الركعة الأولى. فهلا 30 يوم فاتتكم الركعة الأولى شيء بالعشاء؟ نياركم، بس بتكملون يا ترى؟ بكرة بالعيد متى ما ضربوا المدافع كمان أنت بتضرب مدفع الهمة وبتروح بقى للسهر، ما هي؟ نضرب مدفع الهمة ومدفع التقوى ونرجع للسهر، ولا بتلازموا؟ والله يا ابني شوف يا ابني، حبك لله، حبك لرسول الله، إن لازمت فأنت محب لله ومحب لرسول الله. وإذا كان تميت أصلي إلى العيد، لما ضربوا المدفع أنت كمان عيدت حبك للنبي بها كم يوم، حبك لله الكم يوم، بعدين رجع الحليمة إلى عادتها القديمة. فأنتوا شو رأيكم؟ ناويين الله يعتقكم من نار جهنم؟ فلو قلنا لكم أنه
عرفت انه يقينا اتقق من النار. اذا بتدفع 100,000 تعتق من نار جهنم. يا ترى رخيصة ولا غالية؟ 100,000 وتعتق من نار جهنم رخيصة ولا غالية؟ والله رخيصة. ولا نستطيع ان ننظر الها. فالنبي ما عم يقول لك لك يا ابني ادفع 100,000، عم يقول لك صلي العشاء بالجماعة، صلي العشاء بالجماعة واربعين يوم. وبس اربعين يوم، متى ما صار اربعين يوم صارت عادة له، ما عاد يتركها. فاذا صار الاربعين بعد منا اربعين وبعد منا اربعين، بعدين صار السنة كلها صلاة الجماعة، فهذا معه شهادة من الله انه من عتقاء الله من النار، اعتقه الله من النار. شلون عزمكم؟ في استعداد؟ في استعداد؟ كم واحد؟ والبقايا على كل. انا حكيت، فاللي بيعمل لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها. فقد ما استطعت ابذل الجهد ان نكون جميعا ان شاء الله ممن يصلي العشاء في الجماعه والفجر في جماعه. من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. فنص الليل الصبح ونص الليل الفجر. ايه الله، بس هي لك انا ما بدي اكون هيك، انا ما هذا طلبي، انا طلبي تفز قبل الفجر بساعتين، فز الى التهجد، الى التضرع، الى الاستغاثة بالله. هيك بدي منكم، بعد العشاء قيام الليل، وقبل الفجر التهجد مع الاذكار بعد الفجر الى طلوع الشمس، مع تلاوة القرآن، مع ذكر لا اله الا الله. اكسبوا يا ابني، الشباب ما لح يدوم، والصحة ما بتدوم، والحياة كلها ما لح تدوم. فالعاقل من اكتسب الزمن، الموفق من اكتسب الطاعة. ونختم الحديث، نختم مجلسنا بحديث سيدنا عائشة تقول رضي الله عنها، قال: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين. جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات. بيت ستنا عائشة ما نوجد غير 3 تمرات، ما في غيرها، طعمتهن لها المسكينة. فهالمسكينة اللي أخذتهن، قال: فأعطت كل واحدة منهما تمرة، تمرة لها الولد، تمرة لها الولد، ورفعت إلى فيها تمرة. الثالثة رفعتها لتما بدها تاكلها، فاستطعمتها ابنتاها. بنتين قال: ماما طعمينا. هي طعمت كل واحدة وحدة، وحدة الحية تاكلها. لما رفعتها لتما: ماما طعمينا، قال: فشقتها نصفين، شقت التمرة التي كانت معها تريد أن تأكلها نصفين، وأعطت لكل واحدة نص، وهي تمت بلش. قالت عائشة: فأعجبتني، فأعجبني شأنها، أنه والله شيء. وجي التاني جوعاني، فضلت بناتها على نفسها، أعطتهم التمرة. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام حال هذه المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة، بها التمرة، أوجب لها بها الجنة، وأعتقها بها من النار. بتمرة، هي طعمة تمرة،
انت قوم كمان طعمي تمرة، لعل بها التمرة اذا انفقتها ما عندك غيرها طعمي هالتمرة، فاذا طعمت طعمي التمرة اعتقك الله بها من نار جهنم وادخلك بها الجنة. تمرة تحشنوا عليها، لك هلا برمضان، برمضان تحشنوا عليها، بيع التمر برا اشتري وقية التمر، فطر صائم صائمين على تمرة، فإذا فطرت صائم أو صائمين الله تعالى أوجب لك بها الجنة والتانية وأعتقها بها من النار. هي شوفي هي إذا كانت تمرة طعمتها نعم. لذلك الله عز وجل بكافئ عن العمل القليل بأجر كبير حسب إخلاص الإنسان، حسب حبه وطاعته لله. هاي حصة الرجال. وأما حصة النساء، أي أنتوا أخذتوا حصتكم، بجوز كمان النسوان تأخذ منها. أما حصة النساء، أم هانئ رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أي أم هانئ شوفي إلى حادثة، النبي لما أسري به كان وين؟ في بيت أم هانئ، فمن بيت أم هانئ أسري به إلى المقدس. فأم هانئ قاعدة قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله قد كبرت وضعفت، ختيرت وضعفت همتي، ما عاد عندي قوة، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة، أي للاختيارية، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة، أنه ما بستطيع أقوم وأقعد، تقلت ما عاد في إمكان. قال صلى الله عليه وسلم سبح الله 100 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله كم مرة؟ 100، تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. شغل قليل وأجر عظيم. 100 مرة سبحان الله، تعتق لك 100 رقبة تعتقينها ومن ولد إسماعيل من العرب. واحمد الله 100 تحميلة، تعدل لك 100 فرس ملجمة مسرجة تحملين عليها في سبيل الله. 100 فرس عم تجاهد في سبيل الله، الله بيكتب لك بكلمة الحمد لله 100 مرة. واحمدي الله 100 تحميلة، تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله معركة. وكبر الله 100 تكبيرة، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. هذا الحج لما بيطلع على الحج بده يقدم هدي لبيت الله، الهدي بجيب جمل أو ناقة وبقلدها، يعني بيعلمها، حط لها شافة خشبة شافة شحاطة برقبتها وبيبعتها إلى الحرم، هي هدية لبيت الله. قال إذا كان بتقولي أنت كمان 100 مرة الله أكبر الله أكبر، كأنه قدمتي 100 جمل هدية لبيت الله ومقبولين. 100 بدنة مقلدة متقبلة، 100 جمل مقبولة كم مرة؟
100 مرة الله أكبر. لك والله شيء خفيف، شو رأيك سائر؟ سبحان الله أدي 100، والحمد لله 100، والله أكبر 100، وهلل لله 100، 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض من الأنوار، تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. يلي بيعمل مثل حكايتك بيأخذ الأجر، ويلي ما بيعمل مثلك ما رح يحصي. إذن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة؟ 100 مرة. شو أخذت الأجر؟ التسبيحة 100 رقبة تعتقينها في سبيل الله، والتحميدة 100 فرس مسرجة تقاتل في سبيل الله، ومئة تكبيرة 100 جمل هدية للكعبة متقبلة، ومئة تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض. هي عتق من نار جهنم. من يستطيع منكم الليلة قبل الإفطار أن يأتي بمثل هذا الحديث 100 مرة؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة؟ وخذوا هالحديثات. حديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه. فإذا كان هذا الحديث وعن أم هاني فمعناتها أجركم قليل ولا كبير اليوم؟ تحسنوا بقى تطبقوا؟ بنروح هلا شو بنعمل؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، وقبل الإفطار 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله يغفر لكم جميعا ما قدمتم وما أخرتم، ويتقبل الله منا ومنكم بقبول حسن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اليوم لحظة ما حدا يتحرك، اليوم في عندنا اظن جمع للجامع، ما في جمع. نرجو مؤازرتكم بالإعازة للإخوان لجمع التبرعات من اجل جمعية الانصار الخيرية ومستخدمي المجمع والجامع. نحن عادة نجمع للخدم، فهي كمان للخدم، وانا لشوف شو في معي. بسم الله على بركة الله. بسم الله رح اتبرع بفضل الله 500. كل واحد على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، على قدر ما الله بيعطيك. نقرا تهليلي اللي روح النبي عليه الصلاه والسلام، روح ابائكم ومنوهبه. والحمد لله رب العالمين، فاعلم أنه لا إله إلا الله.